أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله حكما من أهلها إن يريد
واعبدوا واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين
ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا صدق الله العظيم. صدق الله.